بشير، كرة في منطقة الجزاء، كرة وكرة، المتابعة ومتابعة من جبريل وترى وتألق الحارس مجد وبطاقة حمراء لجبريل وترى. تتكافأ الكفة في آخر ثواني مباراة اليوم. جبريل وترى يقصى في الكرة الماضية، حكم أنه شاف أنه كان هناك تهور من طرف وترى في الكرة الماضية. جبريل وترى التي دفعت الحكم لإشارة البطاقة الحمراء لمهاجم فريق النهضة البركانية. الأمور في طريقها لأن تحسم، الأمور في طريقها لأن تحسم هنا في بركان. النتيجة هدف لهدف بين النهضة البركانية وسبيت برشيد. النهضة البركانية في طريق لإضافة نقطة إلى رصيده، سيصل للنقطة 22 في المركز الثامن، عفوا النقطة 27 في المركز الثامن، فيما يسويت برشيد سيصعد للمركز الرابع عشر مع شباب المحمدية برصيد 20 نقطة، فيما يظل المركز الأخير نادي نهضة أتلتيك الزممرة ب 16 نقطة في المركز السادس عشر والأخير في الترتيب العام للدوري الاحترافي. مستأنف المباراة.